منفذ الشلام سيتأخر كثيرا، نحال على شركة من قبل وزارة الداخلية تأخذ قرار في مجلس الوزراء على تحويل الجهة المستفيدة من وزارة الداخلية إلى ديوان المحافظة. بمجرد أنه صدر قرار من مجلس الوزراء قامت محافظة البصرة بكافة تشكيلاتها برئاسة السيد المحافظ بتذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المفصل الحيوي. مثل ما تعرفين هو نقطة الالتقاء بين العراق والجانب الإيراني. الملفت للنظر ولأول مرة حقيقة تكون على عموم حدود العراق بصورة عامة منذ السقوط وإلى الآن، ويحتمل حتى قبل السقوط، أنه يتم التفاوض مع الجارة أو مع الدول الجوار على إرجاع الدعامة. إرجاع الدعامة باتجاه الحدود الإيرانية هي تقريبا أزيد من 600 متر وبعرض تقريبا 3 كيلوات. أسهم هذا حقيقة الرجوع إلى أنه سينفذ المنفذ الجديد في المناطق التي استرجعت حديثا، ويبقى المنفذ القديم قائم. تعرفين احنا مقبلين على زيارة الأربعين والزخم للزائرين اللي يدخل من هذا المنفذ، فسيتم الإبقاء على المنفذ القديم لحين إنجاز المنفذ الجديد بإذن الله تعالى. هناك انتقاد حول أنه ما يمثل واجهة للبصرة بالوقت الحاضر. نعم، المنفذ مثل ما تعرفين هو مشيد منذ ثمانينات القرن الماضي، أجريت عليه بعض الإضافات البسيطة وباقي المنفذ نفسه. إن شاء الله المنفذ الجديد سيكون من أجمل المنافذ في العراق عموما، هو منفذ الشلامشة إن شاء الله.